تقوني فمش فريب ما تخاطريش. اما سعيد بقى بشرة تبدا معاك مرافقه امنيه وانت في الفريب هكا تفرسي كنت سمعنا تو في المجلس كنت مش شويه اللي حي خدوني مشي فهمت. اما من بعد الحقيقه معناها بشويه بشويه وليت نمشي لحوانت معينه فهمت. قبل كانت الفريب تاع الفقراء تو مش صحيح معناها فريب الناس الكل وهما يقول لك برشا الناس بداوا يتكلموا هكا هاو غلاوا علينا معناها فما بداوا خشيم الاغذيه. انا مره بي دي جي نتاع مش نقول بانكا في تونس و اترونجير المراه يضربوا في 30 اورو 30000 اورو ماليش كي الاخر ما نعرفش الفرق بين 30000 اورو 30000 اورو في شهر كانت اكثر مني ها بتعرف فهمت معناها ولات ما عادش نتاع الفقراء وحاجه اخرى بالباهي هي في تونس وحاجه اخرى ولينا عندنا زاد الاوتليت وي دوزيام انا هذيك اكتشفتها في امريكا وحبيت على الاخر على الاخر على الاخر وعلى الاخر نحب الاوتليت المذهبية كل حاجة تعيش القطعة ولا الحاجة اللي كلمة أنا المين استعملت ثلاث استعمالات مذهبية القطعة نتاع الحوايج تعيش 3-4 في اكسيتيرا هو به ذيك حتى للمناخ وللبيئة وكل سي فغي سي فغي سي راجي نحلف عليك عمرك ما عفستوا الفريب ها جوج فنانين اسمهم جبير تركي وعمار فرحات علمونا الفريب ما يلبسوا كامل الفريب ليه 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 والله ما يلبسوا كامل الفريب جبير يعمل كي يقول اش قولكم في الكبوت قول له هاي منين شريته بن عروس كنا جبل الجلود هو عمار فرحات ويمشي ويقعدوا صبحيه كامله يبداوا يلوجوا بالقطعه بالقطعه عاد فرحات فرحات عمار فرحات الفنان الرسام الكبير اللوحه نتاعو ب 30000 دينار اليوم ولات ب 50000 عمار يمشي وباقي باقي يبدا يبدا مزروب يقول له شنو يقول له هذيك يقول له شنو باكو كلاس تحمر باش ناخوهم ياخذ 12 طزينه كلاس تحمر يقعد حياته كامل يلبس في الكلاس تحمر